أهلا وسهلا فيكم أصدقائي في حلقة جديدة في يوم جديد في إشارة جديدة. تمام، اليوم أخوان راح نحكي عن إشي اسمه زي ما بسموه مثلا في تونس في المغرب السداية، لكن إحنا عندنا اسمها التغليقة. تمام، عندنا اسمها التغليقة، بتختلف عن إشي اسمه سداية، يعني إشي مغلق. تمام. الآن لو إحنا ماشيين في هذا المكان، خلينا نحكي إحنا ماشيين في هذا المكان ومش منتبهين، لو مرينا من فوق الصخرة، الآن هاي الصخرة زي ما انتم شايفينها، لو مرينا من فوقها ما راح يبين معانا أي إشي، لكن فيها لغز، فيها شغل، فيها قصص حلوة مرتبة، ماشي، مش منتبهين لها. اليوم بدنا نحاول حتى انتم كباحثين بدكم تحاولوا انكم تشتغلوا على إشي اسمه دقة الملاحظة، يعني بدكم تشتغلوا على انكم تكونوا انتم دقيقين ملاحظة، انتم توصلوا لنتيجة لو كانت مبسطة لكن نتيجة تكون صحيحة، يعني ما تكون فيها مجال للخطأ. ليش؟ احنا بناخذ الإشارة وبناخذ توابع الإشارة وبناخذ الشغل اللي موجود داخل، خلينا نحكي داخل الحفر او داخل القبر او داخلها، يعني بنعرف احنا اليوم وصلنا لمرحلة، ان شاء الله طبعا انتم وصلتوا لهي المرحلة، وصلنا لمرحلة ان بنقدر نعرف الإشارة من بدايتها حتى النهاية. تمام. طبعا يا اخوان مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية، ولا تنسونا من اللايكات. تمام، طبعا اللايكات حكينا فيهم قبل هالمرة. تمام، احنا اللي بده يعطينا لايك اهلا وسهلا، بده يعطينا لايك برضه اهلا وسهلا فيه، بتابع عنا واهلا وسهلا. طيب اليوم بدنا ناخذ هذا الحجر يا اخوان، شايفينه هذا الحجر، هي بدلنا عليه مبين المساعد الاول. تمام، بدنا ناخذ هذا الحجر يا اخوان. تمام، الان هذا لو مريت عنه انا مرور الكرام ماشي ما راح اعرف انه هذا الحجر دلاله على شيء كبير وشيء ضخم. تمام، ما راح اقدر افسر انه لو انا ماشي عنه يعني مرور الكرام، لو اقول لك لو حاطه هنا منقل وحش ونش ومش عارف ايش، ما راح اعرف انه هذا الحجر الدلاله تبعته قويه، لكن بالمتابعه خلينا نحكي بالمنطق وبالشغل الصحيح، بالشغل 100% بنقدر نعرف اليوم انه المنطقه فيها شيء او لا. تمام، الان بدنا ناخذ هذا الحجر لحاله ماشي، لو بدنا نشتغل على هذا الحجر. الان الحجر طبعا متحرك يا اخوان، الحجر متحرك لكن موصول بهاي هون بإشي اسمه زي طينة الحكمة او اسمنت تبعهم او الى اخره، موصول في الحجر الرئيسي، يعني هذا الحجر الرئيسي وهذا موصول فيه وصل، يعني ملزق تلزيق يا اخوان. تمام، لكن الحجر من هاي المنطقة هو متحرك، من فوق هو متحرك، لكن من هاي المنطقة فهو حجر ثابت. تمام، يعني موصول التوصيل مباشر مع الحجر الرئيسي ماشي، اذا تغليقة، اذا بوابة. تمام، الان عشان اشتغل على هاي البوابة طبعا عليها بصمة هون هيها، تمام، موجود عليها بصمة، موجود عليها بصمة ثانية اللي هي هون. حجينا حكينا عن قبل مرة هالفيديوهات، جينا حكينا بالنسبة لا البوابات إذا كان عليها بصمة فهي هي عبارة عن ختم تبع الكهنة اللي كانوا موجودين، يعني البصمة اللي تيجي على البوابة هي عبارة عن ختم من الكهنة اللي كانوا موجودين، اللي هم حطوا الإشارة، اللي هم اشتغلوا على الإشارة، اللي هم يعني حطوا نظام الجرون اللي احنا بنحكي عنه أو نظام الإشارات اللي احنا بنحكي عنها كلها، هم عبارة عن كهنة وقساوسة. تمام، اشتغلوا على هذا الموضوع واشتغلوا حطوا نظام معين مثل نظام فهرسي للإشارات كلياتها للجرون لكذا، حطوا نظام فهرسي، لكن نظام كان سري على زمانهم ماشي، على زمانهم كان سري عشان ما حدا يجي يلعب بالإشارات بعدهم. طيب الآن عندي بوابة هون ماشي، واضحة بالشكل طبعا، واضحة وممتازة وما عليها كلام. الآن أنا بدي أعرف إيش في عندي هون، وإيش في عندي تثبيت، وإيش في عندي شغل، وإيش إلى آخره. تمام، انا بعرف انه هون في بوابه، اذا بفتح هاي بدي انزل نزولا خلينا نحكي، بعدين بدي اروح باتجاه راح يكون عندي فراغ الى اخره، لكن بدي اعرف الشكل اللي انا بدي اشتغل عليه. تمام، شوف لو اجينا بس متر لهول يطلع لنا حيه، ولا يطلع لنا عقرب ولا قرد يطلع لنا، الله اعلم. تمام، اذا اجينا للاشاره الرئيسيه تبعت هاي القطعة اللي احنا حكينا عنها اللي هي بوابة. تمام، الان عندي البوابة هاي. تمام، القطعة هاي نفس القطعة هاي
تمام. الآن في عندي شغل، في عندي مقبرة يا أخوان، لأنه جاي نظام مثلث زي ما احنا شايفين هون، هيو نظام مثلث كامل. في عندي مقبرة، في عندي شغل، في عندي دخول من هاي المنطقة، في عندي دخول من هاي المنطقة، في عندي سرداب، السرداب بده يوصلني على غرفة، الغرفة راح يكون فيها اتجاه على اليمين إلى آخره. عندي تفصيل لوجود المغارة، تمام. الآن أعطاني هاي الإشارة وأعطاني توجيه بسيط إلها باتجاه البوابة، يعني حتى التوجيه الموجود هون هو توجيه باتجاه البوابة، تمام. وأعطاني تفصيل داخل المغارة إيش هو، وأعطاني الأصل اللي وضعت عليه الإشارة اللي هو المثلث، اللي وضعت عليه الإشارة اللي هو المثلث العقائدي، تمام، اللي هو يدل على مقبرة أو يدل على مكان عبادة أو إلى آخره، تمام. هو يدل على الدلالة الأكبر، يعني هو دلالة المقبرة. طيب احنا أخذنا من الإشارة مترين على اليمين، لقينا هاي الإشارة، تمام. الآن بدنا نأخذ مترين على اليسار، تمام. أخذنا تقريبا متر وشوية، هاي الإشارة أخذنا متر وشوية. شو لقينا هون؟ شوف كيف التثبيت يا أخوان وكيف الشغل تبعهم بيشتغلوا عليه، تمام. الآن عندي واحد، عندي اثنين، عندي ثلاثة، هيو، وعندي الشكل اللي هو الشكل المربع التقريبي، تمام، أو مستطيل تقريبي اللي هو وجود القبر مع توجيه له، يعني توجيه لوين، شايفين هيها توجيه لوين، للبوابة. حتى هذا توجيه تبعه للبوابة، حتى شوفوا حتى نفس البصمات اللي موجودة بتلاقوا التوجيه للبوابة، بتلاقوا التوجيه للبوابة، بتلاقوا التوجيه للبوابة، تمام. الآن بتتذكروا اللي عجينا حكينا عنه، وجود البصمات، تمام، اللي هي بكثرة، وجود البصمات بتتذكروه يعني، لكن هنا ما بحبهمش كثير، يعني هنا مش كثير بحبوهم، لكن البصمات موجودة والشغل اللي بنحكي عنه دائما احنا بطينة الحكمة او الى اخره موجود، تمام. وجود البصمات حكينا عنها موجود، اذا في عندي شغل في هاي المنطقة، اذا هاي البوابة راح تكون بالشكل اللي عليها هسه، بوابة صحيحة مليون بالمية. طريقة الشغل عليها من خلال هذا الحجر، ماشي، وبنخلع هذا الحجر، ودخولا بالاتجاه اللي حكينا عنه بالإشارة، دخولا دغري، بعدين راح يروح معنا باتجاه اليمين. طيب عشان نأكد وجود البوابة وعشان نأكد وجود الفراغ، راح نأخذ سيخ الفراغ ونشتغل على سيخ الفراغ دقيقة. طبعا حكينا عن الباحث لازم يكون معاه عدته، لازم يكون معاه سيخه، عشان لما يلاقي إشارة ممكن إنه الإشارة هاي تكون تمويهية، عشان يأكد شغله لازم يكون معاه الأسياخ، على الأقل سيخ الفراغ. طيب احنا حكينا هاي البوابة، تمام، هاي حكينا عنها البوابة. الآن بدي أروح باتجاه البوابة يا أخوان، بدي أروح باتجاه البوابة، يعني هاي البوابة هون، أنا بدي أروح باتجاهها، كويس، يعني هاي السيخ معاي. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام. تسكيرة خلاص انتهى، تسكيرة وين؟ هون تسكيرة منتهية. طب بدي أجيها من المكان الثاني، بدي أجيها من الاتجاه الثاني باتجاهها، بدي خليني أقول بدي أبلش بداية الفراغ، ماشي، أو بداية الشغل. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، عكسنا المرة هاي إنه هي مقابلي مش في ظهري، تمام. الآن تأكيسة صحيحة، إذا هذا الشغل لازم الحجر هذا لازم يطلع عشان يكون في دخول. طيب بدنا نحلل الإشارة اللي موجودة معاه، بدنا نحلل الإشارة ونشوف لوين بدها تودينا، تمام. هاي البوابة هون عندي، الآن بدي أروح بالاتجاه ها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ماشي، طلع وين يا إخوان، بلش يأخذ معاي السيخ هون في المنطقة هاي، تمام. قديش بعيدة المسافة هاي كلها لهناك، تمام. الآن راح أخذ منها على اليمين، دائما بحكي هذا النظام اللي مفروض الكل يشتغل عليه، تمام. هاي الإشارة على يميني، بدي أخذ بالاتجاه هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين كيف العرض تبعها أوسع، العرض أوسع، الإشارة هناك هيها، تمام، لكن العرض أوسع. ليش؟ خلينا أخذها من هون.
هاي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هاي الإشارة 8 متر. طيب بدي أخذ بالاتجاه هذا، هاي إشارة على يساري، بدي أخذ بالاتجاه هذا وأشوف شو بصير معاي. تمام سكرت. تمام، إذا المنطقة هذيك أوسع من هاي المنطقة. شو بنكتشف؟ والله أنا هسه فحصتها يا أخوان، والله العظيم إني هسه فحصتها. تمام، شو بنكتشف في هاي الفحصة الصغيرة اللي فحصناها؟ بنرجع على نفس الإشارة الرئيسية. طبعا في محل إشارة لجف تقدر تنزلوا من هون، يعني من هناك، أو تقدر تنزلوا من هون تغلبوا حالكم. تمام، تخيلوا يا أخوان، هاي البوابة، هاي البوابة، هاي اتجاه البوابة. الآن سكرت معي هون بسرعة، وهنا فتحت معي المجال هذا، يعني من هون لهون ظلت ماشي معي 8 متر. تمام، يعني عندي من هون لهون تقريبا 8، ومن هون لهون 8 متر، لكن أنا ما فحصتها من المنطقة هاي، لأنه المنطقة هاي شوية وعرة. تمام، فراح يكون معي اتجاه هذا 8 متر، بعدين راح نسكر معي بالاتجاه هذا لعند البوابة. إذا حتى المغارة الداخلية هي شكلها مثلث يا أخوان، حتى المغارة الداخلية شكلها مثلث. سهلة ولا صعبة يا أخوان؟ سهلة ولا صعبة؟ سهلة. تاي شيء؟ ثاني يوم حددت هي الموقع. مزبوط ولا لا؟ 100%. نشكر جميع المتابعة، أهلا وسهلا فيكم.